إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة الفيديوهات اللي ابتديناها مع بعض على القناة الصحة والتخسيس بخصوص الشعر. الناس اللي أول مرة تشوفني يا جماعة، احنا كنا نزلنا بخصوص الشعر على القناة ثلاث حلقات. اول حلقة كانت بخصوص مشاكل الشعر الخفيف وازاي ايه اسبابه وازاي نعالجها. تاني حلقة كانت بخصوص كل التحاليل اللازمة ان احنا نعملها بخصوص تساقط الشعر. تالت حلقة كانت تساقط الشعر من مقدمة الرأس وازاي نعالجها. ياريت الناس اللي اول مرة تشوفني ترجع تشوف الحلقات دي الاول قبل ما تكمل معايا الحلقة دي. وياريت يا جماعة لو عجبتكم الفيديوهات تضغطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل يوم فيديو جديد على قناة الصحة والتخسيس، فيديو خاص بصفة عامة عن الصحة وبصفة خاصة في مجال التخسيس. ياريت يا جماعة نشير القناة لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. النهاردة يا جماعة هنتكلم على مشكلة تساقط الشعر الرأس يعني ككل كمشكلة عامة. يا ترى ايه أسباب تساقط الشعر بصفة عامة؟ أول حاجة الناس معظم المشاكل بتاعة تساقط شعر الرأس بتبقى نتيجة أمراض زي مرض السكر، عندي الذئبة، في أحيانا بيبقى في ناس عندها خدوش في فروة الرأس، في عندي ناس في عندها مشاكل في الغدة الدرقية، في سوء تغذية في لدرجة إن هو يوصلني نقص الحديد ويعمل لي فقر دم، في عندي اضطراب اسمه اضطراب شد الشعر اتكلمت عنه في حلقة من الحلقات اللي فاتت، مش حابب أكرر الكلام، ياريت الناس ترجع وتشوفه هو في الحلقات بتاعة الشعر. في عندي مرض الزهري وفي عندي أمراض هضمية أو سوء اضطرابات هضمية مختلفة. كل الكلام ده كله بيسبب لي تساقط الشعر. طب تمام يا دكتور، طب ايه النصائح العامة علشان نعالج تساقط الشعر؟ بصوا يا جماعة مش حابب ادي نصائح اكتر من النصائح اللي انا اديتها في الفيديوهات الشعر السابقة، ولكن بقول اتأكد ان نظام حياتك صحي وصحيح، يعني اتأكد انك انت بتاكل اكل كويس، الشعر بيحصل على كافة احتياجاته كويس من الدورة الدموية فروة الرأس، ده كافي جدا، وتأكد كمان انك انت بتعمل العناية الكافية بالشعر بتاعك. تمام، دي النصائح العامة. طيب المعالجة ازاي؟ ممكن اعالج بأدوية، ودي ان شاء الله يا جماعة انتظروا مني كل فترة والتانية دواء معين بكل تفاصيله واستخداماته في الشعر، خاصة ان انا شايف ان معظم الناس طريقة استخدامها للدواء ما بتعرفش تستخدمه كويس جدا، وفي ناس يا جماعة كمان بتستخدم أدوية هي اوريدي ملهاش أي فاعلية، فهنعرف الكلام ده كله تباعا مع بعض، كل فترة والتانية هننزل بالكلام عن دواء معين. ممكن بالحقن، وأنا إن شاء الله دلوقتي في الحلقة دي هنعرف إيه الحقن اللي ممكن نعالج بيها الشعر. تالت حاجة ممكن بالمواد الطبيعية في المنزل. طيب نبدأ بالحاجات الطبيعية اللي في المنزل اللي ممكن تعالج لي الشعر، ايه هي؟ اول حاجة زيت النعناع يا جماعة. زيت النعناع يا جماعة لو انا مسكته ادلك بيه فروة الراس او الاماكن اللي فيها الشعر خفيف او الاماكن اللي ما فيهاش شعر لمدة 5 دقايق بيشعرني بالوخز والالم شوية او نسبة حرقان في فروة الراس، لكن من الحاجات المحفزة جدا لنمو بصيلات الشعر. تاني حاجة زيت اللافندر يا جماعة، زيت اللافندر من الحاجات اللي بيساعد على نمو الخلايا وتحفيز بصيلات الشعر، فبيقلل التساقط بتاع الشعر وبيحتوي على مضادات للالتهاب ومضادات للبكتيريا، فبيحسنني صحة فروة الراس وبيمنع تساقط الشعر. بعمله ازاي؟ بجيب زيت اللافندر كمية مناسبة واعمل تدليك لفروة الراس لمدة 5 دقايق في الاماكن اللي انا عاوز الشعر فيها يبقى يقف التساقط بتاعه او يزود الكثافة بتاعة الشعر لمدة 5 دقايق في اتجاه عقارب الساعة يا جماعة. تالت حاجة قشرة الراس، الناس اللي عندهم قشرة في الراس يا جماعة لازم نتخلص منها وإلا تساقط الشعر هيفضل مستمر معايا على طول. طيب الناس اللي مش بتعرف
يعني ازاي انا يعني اشيل موضوع قشرة الراس. ان شاء الله هخصص حلقة كاملة عن موضوع قشرة الراس، انتظروني فيها قريب. رقم 4 يا جماعة، خلطة الزيوت. انا ممكن اجيب زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الخروع، وزيت التوم، واستخدمهم يا جماعة، اخلطهم مع بعض واستخدمهم كحمام طبيعي مرتين، كحمام زيت طبيعي مرتين في الاسبوع. وممكن اعمل خلطة زيوت تانية من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند، احط عليهم كبسولتين فيتامين ه 1000 وحدة دولية، واستخدمهم كحمام زيت طبيعي برضو من الحاجات المفيدة جدا مرتين في الاسبوع. بعد كده عندي ممكن اجيب ورق جوافة احطه على لتر مية واغليه لمدة ربع ساعة واشطف بيه الشعر يا جماعة وادلك بيه الشعر. ده من الحاجات المفيدة اللي بتمنع لي تساقط الشعر وبتزود الكثافة والغزارة بتاعة الشعر. بعد كده عندي خلطة ممتازة، عندي بعض الخلطات الممتازة اللي ممكن توقف لي تساقط الشعر وبتزود الغزارة بتاعته. عندي بجيب سمرتين موز، صفار بيضة واحدة، وكوباية لبن، بعمل لهم خلط مع بعض، حبيتين موز، صفار بيضة واحدة، وكوباية لبن، واعمل لهم خلط لحد ما يديني خليط متجانس. واعمل ايه يا جماعة؟ اجيب الشعر ادهن الخليط ده عليه من الجذور حتى الاطراف، وبعد كده اغطيه بغطاء بلاستيكي لمدة 3 ساعات، وبعد كده اشطف الشعر بتاعي كالمعتاد للحصول على شعر كثيف يا جماعة. تاني حاجة، في خلطة تانية، بيضة واحدة، 3 معالق كبيرة من عسل طبيعي، واربع معالق من كبار من اللبن، ونص كوباية زيت زيتون. الخلطة دي يا جماعة اعمل منها خليط متجانس واحطه على الشعر من الجذور حتى الاطراف، ده بيخلصني يا جماعه من مشكله تساقط الشعر نهائي. الخلطه الثالثه يا جماعه، انا عندي كوبايه لبن مع 3 معالق كبيره من زيت الزيتون وثمره موز. الخلطه دي يا جماعه بتخليني احصل على شعر ناعم كالحرير، يعني خلي الشعر ناعم زي الحرير بالظبط. تمام. طب يا جماعة احنا كده خلصنا الحاجات الطبيعية اللي ممكن نعملها في البيت مع نفسنا. دلوقتي عايزين نعرف ايه الحقن المستخدمة في مجال تساقط الشعر عشان تعالج لتساقط الشعر. اول حاجة، حقن الشعر بالبلازما. للناس اللي مش تعرف يعني ايه بلازما، البلازما يا جماعة هي عبارة عن الجزء السائل المكون للدم، وده بيبقى محتوي على الفيتامينات والبروتينات والمية، وعند استخدامه بحقنه بيتم استخلاصه من دم الشخص نفسه، واعيد حقنه في جذور الشعر لمساعدته على النمو مره اخرى. طب ايه فوائد حقن الشعر بالبلازما؟ اول حاجه، بيحفز الخلايا في فروه الراس يا جماعه على النشاط وانتاج البروتين والكرياتين والكولاجين. تاني حاجة، بيجدد بصيلات الشعر وبيساعد على حيويتها، فبيديني شعر قوي وصحي ونضر في النهاية من الحقن، في نهاية موضوع الحقن. تالت حاجة، بيديني نتائج رائعة للي بيعانوا من تساقط الشعر وفي طريقهم ان هما يجي لهم صلع تام. يبقى كده يا جماعة، اول حقن اتكلمنا عنها حقن الشعر بالبلازما. تاني حاجة، حقن الشعر بالكولاجين. أول حاجة للناس اللي ما تعرفش يعني إيه كولاجين، الكولاجين ده عبارة عن بروتين متواجد بشكل طبيعي بأجسادنا، في أجسادنا ككل، بيزداد تركيزه في الأجزاء الخارجية من الجسم زي في الضوافر، في الجلد، وفي الشعر. عبارة عن بروتين بيساعد الأنسجة اللي أنا قلت لكم عليها دلوقتي اللي هو الجلد والشعر، وده بيحافظ على تلك الأنسجة والحرص على نضارتها ومرونتها وقوتها وحيويتها. طيب الشعر محتاج للكولاجين في ايه؟ محتاج للكولاجين يا جماعه بشكل دوري ومستمر، عشان كده بيستخدم لعلاج تساقط الشعر وتغذيته واعادته لطبيعته. بيساعد الكولاجين الشعر على العوده الى نشاطه السابق وانتاج الشعر
النضر واتمام دورة الشعر بالشكل الصحيح. والكولاجين يا جماعة بيحيط بالشعر وبيمنحها الحماية من العوامل الخارجية اللي ممكن تتضرر منها. تمام يا جماعة؟ الكولاجين يا جماعة موجود لأنواع متعددة ومختلفة، ولكل شعر نوع مناسب بيه. لما بتروح سيادتك تحقن الكولاجين في شعرك بيختاروا النوع المناسب ليه. تالت حقن اسمها حقن البوتكس للشعر. كلنا عارفين البوتكس وبنسمع عنه. البوتكس هو عبارة عن وظيفته الأساسية ان هو بيشد العضلات الصغيرة اللي انا بحقنها فيه، فبالتالي بيشد لي الجلد بتاع الرقبة، الايدين، الوش. تمام. طب ايه يا دكتور حقن البوتكس للشعر؟ البوتكس فوائده للشعر هو بيقوم بطريقة غير مباشرة للشعر، هو بيهيئ لها الجو المناسب علشان الشعر يتنمو وبدون يا جماعة ما يحصل لها تساقط. ازاي؟ البوتكس يا جماعة بيقلل افراز الغدد العرقية اللي بتبقى عند الناس كتير بتفرز عرق كتير في فروة الراس لما بتقوم بأي مجهود. العرق الكتير ده يا جماعة بيبقى فيه نسبة أملاح كبيرة جدا بتسبب لي تساقط للشعر وعدم نموه مرة أخرى. الناس دي كمان لما بتبقى بتعرق فروة الراس كتير ده بيقعد يغسل شعره كتير، طبعا ده بيعمل ترطيب مستمر للشعر، الترطيب المستمر ونتيجة بلل الشعر الكتير بيحصل تساقط للشعر مرة أخرى. البوتكس بيقفل الغدد العرقية وبيقلل إفرازاتها نهائي، فبالتالي ما بيحصلش عندي العرق اللي فيه أملاح اللي بتساقط الشعر، ما يحصلش عندي إن سيادتك تروح تغسل شعرك كتير فبالتالي يحصل تساقط للشعر كتير. احيانا بيستخدموا البوتكس من غير حقن، بيحطوها على فروه الراس يا جماعه بس، ما بيعملوش اي حاجه تاني بهدف تقويته وحمايته. طيب يا جماعه انا عندي كمان ممكن اعالج تساقط الشعر بالليزر. يا دكتور انت بتقول لنا اي كلام. لا يا جماعه مش بقول اي كلام، عارفكم بتفكروا في ايه. بتقول يا جماعه احنا هننزيل الشعر بالليزر، ازاي هنعالج تساقط الشعر بالليزر؟ احنا لما بنزيل الشعر بالليزر يا جماعة احنا بنوجه كمية كبيرة من الليزر كافية ان هي تقتل البصيلة بتاعة الشعر وتحرق الشعر نفسها لدرجة ان هي لا تنمو مجددا مرة اخرى. لكن لما بعالج تساقط الشعر باشعة الليزر يا جماعة انا بسلط كمية صغيرة من اشعة الليزر على فروة الراس او المكان اللي انا عايز اعالجه. بيعمل لي ايه؟ بيحفز البصيلة بتاعة الشعر على انتاج البروتينات من الكولاجين و الكرياتين اللي بيحمي الشعر نفسه من التساقط. تاني حاجة بيحفز لي البصيلة نفسها ان هي تنتج الزيوت الطبيعية المختلفة اللازمة لنمو الشعر. وكمان اشعة الليزر يا جماعة الخفيفة البسيطة اللي انا بوجهها على فروة الراس من اجل نمو الشعر مرة اخرى بتحفز لي زيادة تدفق الدم والدورة الدموية للمنطقة اللي انا وجهت عليها اشعة الليزر، وبالتالي بتوصلني المغذيات من اكسجين والدم بما يحمله من جميع المغذيات اللازمه لنمو الشعر نمو طبيعي. كمان بيقتل لي الانزيمات والعوامل اللي هي بتساعد على سرعه تساقط الشعر، هو بيوقف لي عمل الانزيمات دي نهائيا. وبكده يا جماعه انا شرحت لكم ايه الفرق بين ان انا انزل إزالة الشعر بالليزر وما بين إعادة نمو الشعر المتساقط بأشعة الليزر في فروة الرأس. لزراعة الشعر الطبيعي إزاي يا جماعة؟ بعد ما بتموت البصيلات بتاعة الشعر يا جماعة وبتتحرق تماما بيحصل عندي صلع تام، ما بيبقاش قدام الشخص إن هو يفكر في أي أدوية أو في أي حاجات طبيعية يستخدمها يقولك أنا خلاص أنا شعري كله وقع، فبيفكر في زراعة الشعر الطبيعي. زراعة الشعر الطبيعي بتتم ازاي؟ هو بيروحوا يبصوا على مكان في الشعر في الجسم بتاع الانسان يكون المكان ده فيه شعر غزير وكثيف جدا، بياخدوا منه البصيلات دي، بعد كده بيفصلوا وبيحصل عملية فصل وتنقية للبصيلات ويحافظوا عليها، بعد كده بيعيدوا زراعتها في المكان اللي موجود في فروة الراس خاصة في المناطق الصلعاء أو لو كان المنطقة كلها صلعاء. تاني حاجة بتبتدي بعد كده البصيلات دي في النمو مرة أخرى وبتجدد وتمارس دورها الطبيعي وبيحصل نمو للشعر، بس بياخد فترة نمو يعني ممكن بعد عدة
اشهر يا جماعه، وبتعود ان هي تطلع لي شعر جديد طبيعي زي ما كان الاول. طيب في زراعه الشعر الصناعي عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه نفس طريقه الشعر الطبيعي، بس الشعر الطبيعي انا واخده من 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 اي منطقه من جسم الانسان، خدت منه بصيلات ورحت زرعتها. لكن الشعر الصناعي انا باخد عباره عن الياف دقيقه بزرعها في شعر كاني في فروه الراس، كاني بزرع البصيله في عمليه زراعه الشعر الطبيعي. بجيب الالياف الدقيقه دي يا جماعه وبزرعها في فروه الراس وبيبقى لها شكل الشعر الطبيعي. لكن يا جماعه في عندي تقنيات عاليه جدا من زراعه الشعر بالشريحه، في زراعه الشعر بتقنيه الدي اتش اي، في فيلر الشعر، في صبغ الفروه المجهري، في اقلام تشوب، في تقنيه اسمها بايو فايبر، في حاجه اسمها الخلايا الجذعيه للشعر، في عندي تقنيه اسمها النيو جرافت، عندي تقنيات حديثه في مجال زراعه الشعر. لو اي حد محتاج اي تقنيه من اللي انا قلتهم دول، او اي حد سمع عن تقنيات احدث وعايزنا نتكلم عليها، ما عنديش اي مانع يا جماعه، اكتبوا لي في الكومنتات. كده يا جماعه اكون وصلت لنهايه الحلقه بتاعتي. في نهايه الحلقه انا قلت لكم على حاجات الحقن والزراعه، واتكلمنا عن الحاجات الطبيعيه، فاضل معانا الادويه. ان شاء الله يا جماعه كل اسبوع انتظروا مني حلقه عن دواء معين هنتكلم فيه عن كل ما يخص هذا الدواء، وهل هو فعال فعلا ولا مش فعال، وايه الجرعه المناسبه اللي انا اخدها، وهل ليه اثار جانبيه ولا ملهوش. كل ده انتظروني في الحلقات الجايه. لو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت يا جماعه نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل يوم فيديو جديد. كنتم في قناة الصحة والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمت. ألف سلامة.